كعب داير عقبال ما بلم كيلو على شوية طق يعملوا 2 كيلو ولا 3 كيلو ب30 جنيه، الاقي نفسي دخلت ب60 جنيه ولا ب70 جنيه، اقول الحمد لله كرم من عند ربنا انا اكل عيالي بالحلال. طب الجيران ما وقفوش، هو بيطردوك الساعه 7 الصبح؟ الجيران بيخافوا منه، محدش قال له حاجه، محدش وقفه، ما يقدروش، بيخافوا منه ان هو قليل الادب وسافر بيهين الواحده. ولاتي بتخبطي عليا ليه؟ انا بضرب مراتي وعيالي، محدش يخبط عليا. ضرب عيالك ليه؟ يضرب عيالي بيموتهم، عشان بنتي بتقف في وشه وبتقول له انت بتضربها ليه؟ تقي الله، دي بتطلع بتاكلنا وبتشربنا، انت ما بتعملناش حاجه في الحياه. بنتك قالت له كده؟ بنتي بتقول لي شوفي لي، بنتي بتقف قدامه وراح مديها بالرجل من عز ما في اداها بالرجل. عدينا شكاره ازاز، مع دبه الرجل البت اترمت في الشكاره، بقيت خايفه يجي لها نزيف ولا ازازه تفتحها من تعورها من ورا. بتقول له منك لله، وراح ماسكني ضاربني انا وهي. قلت له ليه ده كله؟ ليه انا عملت لك ايه؟ يقول انا بكرهك. قلت له انت اللي بتكرهني لما انا 20 سنه مستحمله معاك المرار، وانت اللي بتقول لي بكرهك. انا اللي بكرهك ومش طايقاك ولا طايقه نفسك ولا طايقه شكلك. هو انا عشان ابويا مات وامي ماتت وماليش حد في الدنيا بتعمل كده وبتبهدلني؟ بس الحكومة موجودة هتجيب الحق منك، ان الحكومة اهلي وسندي وحمايتي في الدنيا انا وعيالي. طب خلال ال4 ايام اللي اتطردت فيهم دول بتنامي ازاي في الشارع؟ يعني هنا انت بتنامي هنا؟ انت بتنامي في المكان ده؟ انا بنام باخد تحت الكوبري، انا ابني بينام تحت الجامع. وانا تحت الكوبري كده في حتة نور شوية عن كده، واروح ايه، واروح متغطية اكن شوال محطوط نايم عشان محدش يشوفني ويرخم عليا. طب الناس لما شافوكي بقى نايمه هنا او شافوكي معديه هنا، محدش بيتعاطف معاكي؟ محدش وقف جنبك؟ الناس الغريبه بتتعاطف، اللي بايديها حاجه بتعملها معايا، واللي مش بايديها حاجه بتمشي. الناس بتشفق عليا بلقمه، ناس بتشفق عليا مرضيه. ما رحتيش طب لاهلك؟ فين اسرتك؟ ليه كده؟ اخواتك واهلك فين؟ فين ابوكي وفين امك وفين اخواتك؟ انا ابويا توفى وامي توفت، واخواتي معايا 3 اخوات بس على قد حالهم وظروفهم على قدهم. يعني خبطتي على بابهم؟ لا، اشيل نفسي بنفسي، زي ما اتجوزت لنفسي، زي ما خلفت لنفسي وبهدلت نفسي بنفسي، ما اقدرش ان انا اروح اقول لهم اللي انا في الحاله دي، عشان هم قالوا لي بلاش منه. وانا اضطريت ان انا اتجوزه، ان هو كان عنده شقه وقلت هم 4 حيطان يداروني انا وابني.